كل يوم صباحا بدا جو ارهابي في بعض المحلات، في محلات مقبول شو المحلات صار الشكل الوحيد اللي كثافه الاختراع لكن من ساعه العالم من ساعه الفقير مشاهدينا مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من 5 على 7 والليله مباشره على الهواء مع السيد نائب رئيس الحكومه وزير الداخليه المهندس ميشيل المر. سيد الرئيس اهلا وسهلا فيك بتلفزيون لبنان وب 5 على 7. شكرا لتلفزيون لبنان وشكرا لك يا زوان. الليله الرئيس المر بده يجاوب على اسئلتكم واستفساراتكم الكثيره والعديده، خاصة وأنه مع اقتراب الانتخابات البلدية والاختيارية بمحطتها الأولى يوم الأحد بجبل لبنان، كل المناطق والأحياء عم بتصير أكثر فأكثر معنية بهالاستحقاق من منطلقات مختلفة ومتناقضة، عائلية، سياسية، انمائية، طائفية وحتى عشائرية. غليان سياسي، خلط أوراق، لوائح توافقية مستحيلة وحتمية، معارك كسر عظم ممنوعة ومفروضة، شائعات وشائعات مضادة، هيدي عناوين بتلخص الجو العام اليوم بكل المناطق. الكل أمام استحقاق مصيري لتثبيت الوزن وقوة الحضور السياسي وإن كان تحت مظلة الإنماء البلدي المحلي، الكل بحالة استنفار وإن كانت العين على المعركة الحقيقية المؤجلة إلى تشرين، معركة الرئاسة طبعا، والكل أو البعض يبدو بموقع المتمني لو أجلت هالانتخابات البلدية وإن كان ما حدا بده يسجل هالموقف على نفسه. مهما كان الاستحقاق البلدي أصبح أو يكاد حقيقة بعد 100 ساعة تماما، يعني خلال 4 أيام بس تفتح صناديق الاقتراع، و46 سنة ببيروت و35 سنة بباقي المناطق اللبنانية. دولة الرئيس ميشيل المر بدنا نشكرك بالبداية، بنعرف قد ايه وقتك ضيق بهالايام تحضيرات لحدث تاريخي لأول مرة من أكثر من 35 سنة مثل ما قلنا. الاستحقاق الانتخابي تأجل بخلال 2 عدة مرات، مرة لعدم الجهوزية، ومرة بانتظار قانون اللامركزية، ومرة بالاسترداد ولعدم إنجاز لوائح الشطب واكتمال عودة المهجرين. وكانت الحكومة قررت السنة الماضية تأجيل الانتخابات لسنة 99، ولكن المجلس الدستوري أبطل هالقرار. هل اليوم بتلاقوا أنه المجلس الدستوري كان على حق؟ لم يطلع قرار عن المجلس الدستوري وبصورة خاصة عن المجلس الدستوري الحالي، نعم، اللي فيه ضمانات أخلاقية لا يناقش لا يناقش، نعم، على السبب شو بيصل عن المجلس الدستوري الحالي بيكون على حق. هيدا تاني استحقاق تاريخي يمكن عم تشرف عليه بعد الانتخابات النيابية بال96. إذا بدنا نقارن إياها أتعب أو إياها أصعب، تبين أن التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية أصعب 50 مرة من الانتخابات النيابية. رح أشرح لك هي ببساطة. نعم. بأخذ مثل أنموذج منطقة المتن فيها 43 بلدية، تتحضر لانتخابات القضاء بالانتخابات النيابية بتاخذ تحضير قد بلدية. نعم. طبيعي مش بلدية صغيرة. إذا عندك 40 بلدية بيكون التحضير إلى 40 ضعف عن الانتخابات النيابية. نعم. بس بكل الأحوال الجهوزية صارت تامة وحاضرين لكل تفاصيل تتعلق بالاستحقاق البلدي، نسميه الاستحقاق البلدي. نعم. أهميته أنه من 35 سنة لليوم ما صار. رئيس الجمهورية كان أول من طحش بالانتخابات وما زال، نعم، انه ما بيجوز هالبلد تضل بلا انتخابات بلديه، خلي الديمقراطيه على صعيد المجالس المحليه اللي هي مثل ما قلت مجالس انمائيه اساسا. نعم. هلا المعركه عم تتسيس شوي بس هي مجالس انمائيه، خلي المواطنين يشتركوا بهالمجالس المحليه بكل دول العالم، المواطن له حق يشترك. فمن هون كان طرح فخامه الرئيس واصراره على ان تصير هالانتخابات. وطبيعي أنا كنت الأداة التنفيذية وزير الداخلية، كنت عم دافع عن المشروع، ومثل ما شفت يعني وصلنا لمجلس النواب بمرحلة من سنة وكنا مصرين على إجراء هذه الانتخابات وما زلنا مصرين، الاستعدادات كلها تامة. نعم.
والاستحقاق. بما أنك دولة الرئيس حكيت عن المتن اليوم، نقل عنك تحديدا صحيفة الديار أنك رح تفوز ب 30 بلدية بالمتن ورح تترك 7 للقوميين و6 للمعارضة، هل هالشي دقيق؟ الكلام هذا إذا هيك سهلة يعني لازم لا الكلام مش دقيق. نعم رح أوضح لك. أنا مظاهر من إحدى المؤسسات الرسمية بيهجموا 6-7 بلهم تصريح صحف وتلفزيون، طلعوا ما عندي تصريح اليوم، سألوني عن انتخابات المتن، جاوبت نيالي حرفيا، قلت بالمتن في 43 بلدية، في حوالي 30 بلدية ما فيهم معارك حامية، يعني فيها لوايح مش مبين فيها أنه في فرقاء عم يتصارعوا، يعني تقريبا الأهالي شبه متفقين على لوايح ما راح نسميها ائتلافية، بس لوايح حتى لو نزل لايحة قبالها بس مبينة وواضحة أكثرية. لما الطيار اللي بيأيدني، لأنه أنا ماني عم بتعاطى مباشرة بالمعركة، مش لأني عفيف النفس ما بدي أتعاطى بالسياسي، بس وقتي بالداخلية مستهلك، عم ضل الساعة 3-4 بالتحضيرات، فهاي 30 بلدية طبيعي طياري موجود على الساحة بكثافة بهالثلاثين، وبما أنه ما في لوايح عم تتألف ضد تشكل خطر على هذه اللوائح، اعتبرت عم بشرح لهم الصحفيين انه هاو 30 محتمل انه طيارنا، لانه لما بقول 30 توضحها هاي ببرج حمود بعتبر حالي ربحت لما بيربح حزب الطشناق. ما رح سمي بلديه وبلديه، في تحالف بجدادي البوشريه مع الاستاذ اوغست باخوس، اذا ربحت اللائحه بعتبر حالي ربحت. اذا مش مثل ما قالوا بالديار انا ميشيل المر ربحت 30 بلديه. عم ببالغوا. من ثم قلت في حلفائي القوميين هن عم بيخوضوا معركة معينة ببعض البلديات، ما بدي أنا حتى لو إلي وجود بهالبلديات اتصارع معهم بنزاع انتخابي بلدي، إذن عم بترك ساحة الصراع البلدي مع حلفاء. عدد البلديات مثل ما الأعداد صحيحة 30 و7 و6، بس في 6 بلديات وهي مهم تعرفها كمان، ما بدي أنا أعمل صراع بلدي فيها. بلد ألبير مخيبر بتمري ليش بدي أطلب ضيعته؟ إذا أخذ بلدي شو المشكلة؟ بعبجيت بلد نسيب لحور ليش بدي أعمل معركة ضده؟ إذا هذا المثل ضيعة 2-3-4 فيها مرشحين ما بسميها المعارضة، هاي بسميها لمرشحين ما كنا نحن وياهم. منافسينك بالمنطقة أخذوا نفس القرار بخصوص بتغرين، لأنه منعرف بتغرين تسكية كان. بتغرين ما فيها ما مش تسوية، تسكية. نعم تسكية. بين التسوية والتسكية في تسوية مع فريق آخر. بتغرين صارت انتخابين 92 و96، عم تطلع نتيجة الصندوق بحدود 2000 صوت نفترض، عم ناخد 1900 ضد 100. إذا ما فيها معركة بتغرين. فمن هون في 15 عضو بلدي ترشح 15. إذا طلع التزكية ما في تسوية مع حدا إلا إذا بدنا نعمل تسوية مع حالنا. يقال إنه لبنان بعد الانتخابات البلدية والاختيارية رح يكون مختلف تماما عن الوضع هلا على كافة الأصعدة، هل بتوافق على هالقول؟ لا. ليه؟ مشان ما نوهم الناس بشيء إنه مدري شو بده يصير لبنان جنة حيث رح يصير في انتخابات بلدية. بده يصير في فرز سياسي يعني. لا ما رح يصير في فرز سياسي. أنا رح أقول لك. إذا عم تحكي سياسي، إذا عم تحكي إنماء، الإنماء بده مصاري، راح تتغير نوعية العمل، راح تصير المجالس المحلية بكل ضيعة هي عم تشتغل للضيعة، بس إذا ما قدرت أمنت واردات وصار عندها مصاري، والواردات هي إنها تلم من الناس، ما فيك بفرد سنة تهجم هالمجالس البلدية على المواطنين وتقول لهم يلا أعطونا ضرائب بلدية تنعمل لكم مشاريع، بدها طولة بال يعني. ما نوهم الناس إنه مش رح تنزل المصاري يعني. إيه مش رح تنزل بالباراشوت. ما نوهم الناس انه بعد 6 اشهر بدي شو بدها تعمل هالمجالس البلدية او بعد سنة بصير عندهم خيبة امل، بتنصدم المجالس الجديدة. بس الشيء المهم بهالموضوع هذا التغيير انه بدل ما تكون بقضاء معين، تنفترض قضاء بعبدة او قضاء عكار، الايام مقام مكلف ب20-30 بلدية عم بجيرهم لانه المحلولين من 35 سنة لليوم ما صار انتخابات، صاروا أهالي الضيعة عم بيديروا شؤونهم، هاي مهمة. على الصعيد السياسي ليش قلت لك لا رأسا، أنا بحكي باللغة المبلطحة، شو راح يصير على الصعيد السياسي؟ ضيعة هاي
هلا ما راح نضل نعطيك مثل المتن. طيب بنقي قضاء بعبدة بكره بقضاء بعبدة بكل ضيعة، يعني اللي بدهم ينتخبوا بلدية بحمانة مش عم يعملوا معركة سياسية حزبية وعم بيقتلوا بعضهم، يمكن يلتقى 4-5 بلديات يصير فيها صراع يحولوا البعض لصراع سياسي، هو لازم يكون صراع بلدي. نعم. يعني صراع أهالي الضيعة لخدمة الأنماء وخدمة الشأن البلدي. بدهم يعملوا نتفة عرض عضلات يبينوا أنه هن أنا طيار فلان وأنا طيار فلان. نعم. وأنا طيار فلان مني وجر، يعني مش تعبر عم بحكي عن حدا ومش مدخل حالي بالطيارات. بيجوا بيقولوا بدنا نعمل معركة هذا الطيار بهذه البلدية، هذا خطأ بس ما له شيء إذا عملوها، هيك بتفرز نوعا ما القوى الفعلية بكل ضيعة محل اللي البعض عم يختاروا يسيسوها، بتبين قوتهم السياسية شو هي بهالضيعة. تما يضل الرأي العام. نعم. الدولي والعربي والداخلي موهوم انه يا لطيف مدري شو في ناس مش عم يخلون يتمثلوا بالانتخابات. بحب اقول شغلي، كل اللي عنده انتقاد او اعتراض على اي شيء يتعلق بإدارة العملية الانتخابية يتفضل يعطينا اياه هلا في لجنة تحقيق وشكاوي. لاش فت. نعم. بين هالليلين، لانه كل ما يقال حول هذا الموضوع غير دقيق، هو تحضير للسقوط. نعم. يعني عم بيحضروا حالهم اذا سقطوا يكون عندهم تبرير انه الحق على الدولة. طيب قالوا لنا شو بدكم، في لائحة بالشياح قامت قالت نقلوا صناديق الاقتراع، نقلوا وزير الداخلية، حطهم بوجه بيت المرشح لرئاسة البلدية اللي هو صهره. ايه انا في معركة بالشياح ما بعرف شو عم بيصير فيها، وصهري عم بيخوضها ومش عم بتعاطى معه، مرتاح يعني معركته ما عنده مشكل. تاني يوم سمعت على التلفزيون. نعم. بمقابلة كان عم يعملها الأستاذ زوري شمعون أحد المواطنين، وبعرف اسمه يعني من اللي كانوا. نعم. من مفاتيح الحرب، قال إنه نقلنا الأقلام حطيناهم بيت صهرنا، كأنه إذا حطيناهم بوجه بيته بصير يربح صوات. طلعنا تاني يوم لقينا إنه هالأقلام سنة 96 كانت بنفس المكان، من شان ما يقولوا بحيث الألم هونيك لائحة صهره الوزير الداخلية أخذت كمية أصوات منيحة، عدلت بموقع الأقلام ورجعت قسمنا لمطرح اللي عم يطلبوه اللي. نعم. أساسا ما كنت حاطه هونيك، أنا كان بالستة وتسعين مثل ما هي. نعم. بقى من هون هي الشكاوى، إذا واحد بده يعمل الشكوى للجنة بيتصل فورا بعد 5 دقائق اللجنة. نعم. بتحقق، بيتصل بالداخلية بوزارة الداخلية، في 10 تليفونات. نعم. مش وزير الداخلية، في ضابط المفتش العام لقوى الأمن هو رئيس اللجنة، ومعه 6-7 ضباط و2-3 سيفيل اللي هن مسؤولين عن العملية مباشرة، بيحققوا رأسا بيحققوا وبياخدوا قرار مفوضهم بدون ما يرجعوا لوزير الداخلية مثلا. هاي طبيعية لازم يتحقق فيها، مش لازم ينقلوا الأقلام. نعم. دخلت أنا خلافا للأصول وقلت انقلوا طما يبقوا يعملوا حجة بالألم، بحس. نعم. الألم هون ما قدرنا خدنا، يعني ما رح ياخدوا فيه. نعم. كتير الألم بدون يبقوا يلقوا حجة نقلوا نية هيك أريح. أريح. بخصوص الناحية السياسية للتغيير المحتمل، هل بتتوقع أنه يصير في خضة سياسية، يعني ينعرف كل طرف شو حجمه فعلا ويصير في تحجيم لكثير من القوى السياسية بالبلد؟ لا، إذا واحد نعرف شو حجمه ما بيصير تحجيم. نعم. التحجيم بيكون حدا عم بيحجم حدا. نعم. مين بده يحجم الثاني؟ هل الدولة عم الناس. الدولة عم تحجم حدا؟ لا. نعم. المواطنين بيقدروا يحجموا. نعم. فريق إذا بدون، إذا محل اللي هي المعارك عم تاخد طابع سياسي. نعم. عم قلك في 20-30 بلدية بمنطقتي ما لنا أخدي طابع سياسي، مش عم ننتصر على حدا فيها. نعم. طيب طيارنا، بحس كلمة طيار دارج تما نسمي. نعم. أنصار فلان. نعم. طيارنا عم يعمل معركة رح يربح عدة بلديات بس مش عم نسيسها. نعم. مش عم نقول نحن عم نربح على فلان أو على فلان أو على فلان. هو مثل ما عم نشوف بالبلدات الصغيرة عم بتكون عائلية أكتر، بينما بالقرى الكبيرة والأساسية عم بيكون صراع ما في إلا ما يكون مسيس، يمكن بالمدن عم يتسيس. نعم. بالمدن. أما هل أنتوا ضد التسييس؟ مش شغلة طبيعية إنكم؟ أنا كنت بفضل إنه المعركة البلدية ما تتسيس. نعم. تخرج لاحقين، بكرة جاي انتخابات نيابية بعد سنتين، يعني سنتين على الباب.
بينعمل معركة سياسية عادة بالانتخابات النيابية. الانتخابات البلدية هي لمجالس محلية، أهالي الضيعة، العائلات عم تتمثل بالمجالس البلدية، محل ما عم تدخل الأحزاب أو الطيارات السياسية عم تتناتش، أنا بدي 5 مقاعد، أنا بدي 3 مقاعد، أنا بدي مقعدين، عم يختلفوا، مش عم تتألف لوائح طبيعية، عم تطلع ولادي قيصرية. فأنا كنت بفضل أنه ما تتسيس، لسبب قلت أنه عندي أكتريتها مش مسيسي، يعني ماشي بشبه ما بسميه توافق، لأنه صارت التوافق ضد الديمقراطية كمان. نعم. يعني بعض السياسيين قالوا لنا بتحكوا كلمة توافق هاي ضد الديمقراطية. نعم. عم نقول العائلات عم تمثل نفسها بالبلديات وتتفق. نعم. ببعضها من منعها تتفق؟ لا لازم. أيام أنت أكثر شيء مخوفتك هلا يعني قبل 4 أيام من الانتخابات بجبل لبنان؟ أساسا بطبيعتي ما بخاف. نعم. يعني اللي بيتفجر وما بينكسر راسه معناته الله ما بده يموته، إذا ما بخاف من شيء. صار عندي القوي. صار عندي شجاعة بكل شيء. ما في شيء مخوفني. نعم. ستكون الانتخابات أمنيا على أحسن ما يرام. وكل فريق عم يتصور نفسه أنه أقوى من السلطة وبقدر يخرب الأمن رح يقع بالفخ. نعم. بس أمنياً بأي منطقة أكثر شيء حاطين إجراءات؟ مش حاطين إجراءات، طبيعية كلها مثل بعضها كل المناطق. وقوى الدعم والمساندة موجودة. نعم. قوى الجيش والأمن الداخلي موضوعة بتصرف وزير الداخلية، بيقولوا لي بهالمنطقة في مشكل، بخمس دقائق بتكون القوى الأمنية والجيش تدخل وحسموا. نعم. إذا مش 5 حسب مسافة الطريق بساعة. نعم. تنكيرمك شوي طبعا. ما نتوقف مع الإعلان ومن بعده ما نبلش نتلقى بالاتصالات، ولكن في انطباع انك كتير رايق على عكس كل البلد اللي عم يغلي غلي. اذا كان وزير الداخلية اللي بده يدير الانتخابات. نعم. بده يكون عم بديرها بأعصاب متوترة بيوتر الانتخابات هو. نعم. بده يكون أعصابه هادئة، يعني عم دير انتخابات لبنان كله، أنا مش عم دير منطقة معينة. لا بلشت انت بلشت فيه بمنطقتي توضحت لك بعض القضايا من وراء الجريدة، ولكن اللي بده يدير انتخابات لبنان بده وعم نسهر كل ليلة للتحضيرات مع مدير الداخلية، مدير الأحوال الشخصية، المحافظين، الأمين، بنستدعيهم يعني حسب كل واحد منطقته الساعة 3-4 الصبح، يعني مش عم نام ساعتين 3. بس الله نعم علينا بالعقل السليم ونقوم تاني يوم بهدوء، لهالسبب بدنا تنجار المعركة بهدوء أعصاب فنحن ما نعمل مشاكل. رح نتوقف مع الإعلان ومن بعد الإعلان نكفي 5:55. خمسة على سبعة.